ما هو النص أو الدليل الذي استدل منه أستاذ العلماء على أن العوالم مخلوقة من نور سيدنا محمد على جنابه وآله وسلم؟ إن ربنا قال الله نور السماوات والأرض، يعني منور، يعني مظهر السماوات والأرض. مثل نوره اللي هو النبي الذي خلق منه بعد ذلك الروح المحمدية التي أرسلها رحمة للعالمين فأخرجت العوالم من العدم للوجود. آدي كل الحكاية من القرآن. وعشان كده النبي قال إيه؟ جعلني فاتحا وخاتما، يعني افتتح بي الخلق وختم بي الرسالات. مش النبي يقول لأي كده؟ جعلني فاتحا وخاتما. فاتحا يعني أول، وعشان كده هو الوحيد اللي في القرآن قال أنا أول المسلمين. محدش قالها، لا سيدنا جبريل ولا سيدنا آدم ولا حد أبدا قال أول المسلمين إلا سيدنا محمد أول المسلمين. وربنا بيقول وله أسلم من في السماوات والأرض، وهو أول، يبقى أول مسلم أول قبل هؤلاء جميعا. وإيه؟ ثم استوى إلى السماء ودخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يعني السماوات والأرض نفسهم أسلمت لله، وما في السماوات والأرض كله أسلم لله، وما في الأكوان كله أسلم لله طوعا وكرها، عشان يدخل الكافر كرها، عشان يدخل الكافر، لأن الكافر انقاد لقدر الله فيه ولا يستطيع أن ينفلت عن قدر الله، فهو مستسلم مقهور في قدر الله. والمؤمن طوعا أنه طاع الله في قدره وفي أحكامه. فهمت بقى؟ هذه طوعا وكرها. لما كل دول بقى مسلمين، حد فيهم قال أنا أول المسلمين إلا النبي؟ يبقى النبي سبق الأكوان كلها فكان هو الأول. فهمت بقى؟ ادي كل الحكاية. هو وعشان كده هو بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة. يبقى اول واحد في البعث والنشور مين؟ النبي. وربنا بيقول كما بدأنا اول خلق نعيده. فالاعادة صورة من البداية، فاذا كان في الاعادة هو الاول يكون هو في البداية اول. فالحكاية واضحة يا ابني. ما حكم الصلاة خلف الوهابية؟ صحيح، ما هو يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف، فيجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، لكن لا تسمع لهم ولا إيه تتعرض لهم بس، لكن صلي خلفهم، ولو عملوا درس بعد الصلاة خد حذائك وامشي بس وخلاص. أدي كل الحكاية. نحن بنروح الحرمين وهابية، أئمة الحرمين وهابية، نروح نصلي في الحرمين ولا بنسيب الحرمين ليهم؟ لا، بنروح نصلي، نصلي وما نتمذهبش بمذهبه، ناخد ثواب الصلاة ونضحك عليهم ونقول عليهم جهلة. فهمت ازاي؟ علشان تبقى عندك بصير. هل يمكن اخذ العهد على شيخين منهم؟ يا ابني ما همش اصلا ليهم اسناد عشان تاخد عليهم عهد، هم ليس لهم اسناد. العهد يؤخذ لمن كان، لما يقول له ايه اذن باعطاء العهد. العهد ده هو بإذنه، داعين الله بإذنه. هم ما لهمش يا ابني مشايخ ولا إسناد لحد رسول الله، هتاخد عليهم عهد؟ إسنادهم هواهم وشطانهم، فانت هتاخد عهد على الهوى والشيطان؟ ما ينفعش طبعا يا ابني. إذا كان هم أصلا بيعترضوا على الصوفية أن بيدوا العهد، هيدوا عهد إزاي وهم معترضين أصلا على العهد؟ هل يمكن قراءة الحزب السيفي دون إذن أحد الشيوخ؟ كل الكتب موجودة، واقرأ اللي يعجبك. حد منعك يا ابني؟ هل مثلا لما بتشتري الحزب السيفي المطبوع في السوق بيقولك أنت عندك إذن عشان أبيعه لك ولا لأ؟ لو هتشتري إنجيل وتوراة هيبيعه لك. فموجود يا ابني في الأسواق، مين قالك عايز إذن؟ مش عايز إذن، لكن الأدب عند مطالعة مثل هذه الأمور أن يكون بإذنه. ده من باب الأدب بس، لأنك قد تقرأ ما لا تفهم، وقد تقرأ ولا تفهم، وقد تقرأ وتفهم خطأ، وقد تستعمل الذكر وهو عبادة كالدواء بطريقة خطأ فلا تحصل على فضيلتها. فلأن في 100 قد فإيه؟ فبنقول لك لا يا سيدي، أنت لا تقرأ كتاب إلا بإذن الشيخ. يعني إيه؟ يعني تعلم منه. أنت ينفع تجيب كتاب علم الأدوية وكتب لك أسماء الأدوية كلها وفوائد كل دواء وتعالج نفسك بالكتاب ده؟ تنفع؟
أو الأذكار دي أدوية على فكرة، في بعض الأذكار أدوية للنفس الأمارة، بعضها أدوية للنفس اللوامة، بعضها أدوية لبعض الابتلاءات وسوء الأخلاق، بعضها أدوية للترقي وللعافية. وبالتالي محتاج طبيب يعلمك تاخد أي دواء من دول. أدي كل الحكاية بس. لكن ما فيش ضرورة للإذن، لكن في خطورة بغير إذن، في خطورة أنك تقرأ وتستعمل اللي بتقراه بغير إذن. ممكن تجيب كتب الهندسة كلها وتعمل ديزاين لبيت تبنيه من خلال قراءتك للكتب، وأول ما تطلع الدور الثاني تلاقيه تهدى على دماغك ودماغ اللي خلفوك. ليه بقى؟ لأنك أنت بنيته بناء على فهمك من الكتب دون مراعاة أهل الخبرة. لازم تسأل أهل الخبرة، فهم؟ إذا كان ده في الواقع المحسوس في الدنيا، طب هات يا سيدي كتاب الطبخ بتاع أبلة نظيرة، ولا أبلة فضيلة، ولا أي أبلة في الدنيا، وأي شيف في الدنيا، وقعد كده امسك كتاب الطبخ كده واعمل كل يوم ايه طبخة، هتنجح بعض الطبخات وبعض الطبخات ما تنجحش. لكن وقف مع أمك كده في البيت وساعدي أمك في البيت كده، هتعرفي تفاصيل الطبيخ من غير ما تقري أي كتاب وتعملي أحلى أكل. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنك خدتيه بالإذن والتاني خده من غير إذن. وقت البيوت من أبوابها. أنت عايز تأتي باب الذكر من شبابيكو؟ لا، الذكر باب الأولية، هم أهل الخبرة، يقول لك اذكر بكذا واذكر بكذا واذكر بكذا وبالعدد الفلاني وما تزودش. لان حيرقيك وينقيك، زي ما بتروح للطبيب يقول لك خد الدواء الفلاني والمده كذا وتكراره بالطريقه الفلانيه، وان ممكن يحصل لك بعض الاعراض الجانبيه كذا وكذا، ما تقلقش دي حاجه مؤقته هتعدي. كذلك اطباء القلوب الوهابية بيزعلوا قوي، يعني ايه الاذن يعني؟ ما هو لان هم اصلا غير مأذونين من الاصل، فما جربوش بركة الاذن، فعاش حياة بلا بركة، وتدين دين بلا حلاوة، فلم يزق حلاوة الايمان، واعتقد انه يحب النبي ولا يحب الا بعقله بعلة ولا يحبه بقلبه. فرق كبير. ربنا بيقول وداعين الله ايه؟ باذنه. ادي الاذن هو يا سيدي في القران. يقول لك ما فيش حاجه اسمها الاذن. طب غير القران لما تيجي في الايه دي، دعين الى الله وشيل باذني، زي ما بيشيلوا في القران كده برضو ايه، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سياتينا الله من فضله ورسوله، يقول لك سياتينا الله من فضله، ما يقولش ورسوله، مش يعملوا كده برضو يا سيدي؟ انت بتقرا كده يا وهابي بقى، ودعين الى الله وعدي باذني، خليك تستفيد وإن شاء الله ما فيش إفادة. لا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني إيه الجد ومنك الجد؟ يعني لا ينفع صاحب الحظ والمال والمنصب والجاه والعافية والعلم، لا ينفع ذلك كله، لأنه منك يا ربي إيه العافية كلها. آدي معنى لا ينفع ذا الجد، يعني صاحب الجد، صاحب المال والعافية والنسب والمنصب، لا ينفع شيء إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. آدي معنى لا ينفع ذا الجد. ذا مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، الجد مضاف إليه، منك جر ومجرور، والجد فاعل مؤخر، يعني لا ينفع الجد منك يا الله صاحب الجد. فهمت بقى؟ أدي الجملة كده يعني، حكم أنت الجمل عندك لازم الفاعل يبقى الأول والمفعول بعديه وحاجة، يعني مخك متلصم يا جدع. لغة العرب ساعات يقدموا المفعول على الفاعل، وساعات يؤخروه، ساعات يقدم الصفة على الموصوف، وساعات يذكر الموصوف دون الصفة، وساعات يذكر الصفة دون الموصوف، على إنه بيكلم ناس أذكياء بيفهموا لغتهم.